مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. استقبل المعلق الجزائري حفيظ الراجي شبيهه في التعليق الصوتي المصري زياد كروري الذي لاقى تعليقاته رواجا واسعا في السوشيال ميديا. أنا مشاهدي الأفاضل في كل مكان، طبعا كما تعلمون أنا كابتن حفيظ الراجي الأصلي الأول والأخير، أكيد 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 في كل مكان، ولكن هنا معي لا لا لا، مرحبا زياد، أهلا بك. أولا أعتقد بأنه في حفيظ أصلي وحيد، ولكن في حفيظ بيس اللي هو زياد الذي أسعد كثيرا باستضافته هنا في الدوحة. فعلا أنا فرحان بك كثير زياد، مبسوط جدا جدا يعني بحضرتك بجد، ودي يعني شرف لي عمري ما هنساه بجد. تقليدك لي طبعا شرف كبير، ولكن أتشرف أكثر عندما نسمع بكرة زياد منفرد ومتميز ومتألق. طبعا كنت بدايتك هذه، كلنا بدينا نقلده، ولكن أنا متأكد بأنه عندك مستقبل زاهر وكبير جدا في مجال التعليق الصوتي عموما، سواء تعليق الكرة وشيء أخرى. فعلا أنا سعيد بوجودك بيننا، وشكرا على الصورة الحلوة اللي هديتها لي. إن شاء الله نكون في مستوى تطلعاتك، إن شاء الله تكون أنت كذلك في مستوى تطلعاتك. هذا زياد وأنا حفيظ. أنتوني روديغير، تري الكرة عند كينغسلي كومون. وفي النهاية أكيد يجب أن نشكر فيليب كوتشينيو وشون ستونز ومحمد مجدي أفسا وشيزو ومصطفى فهمي. والسلام عليكم ورحمة الله. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.